تشاهدون الآن رواية ورش مع شيخ محمد حسن. والرحمة الغراء بالخيرات تأتينا. أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع، يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع، آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع، لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع، طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن ربي تبارك وتعالى إن شاء الله في حلقة اليوم نلتف مع أوائل آية الذكر الحكيم من سورة الأنعام. وقبل البدء في سورة الأنعام، نستكمل ما قد بدأناه من شرح الهدايا أو الجوائز التي قلت عنها من أصول، أو كل من يريد أن يقرأ برواية ورش. احنا كنا اعددنا بعض الجداول، وتعرضنا في هذه الجداول الى ما يراعى لرواية ورش من اوجه ثلاثة البدل. طيب، احنا النهاردة باذن الله تعالى هنتعرض الى كلمة هامة، الا وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: وأنه أهلك عادن الأولى. هذا على رواية حفص. فأما على رواية ورش: وأنه أهلك عاد الأولى، أو عاد الأولى، أو عاد الأولى. تعالوا مع بعض نشوف الكلمة دي عبارة عن إيه. قبل عرض اللوحة الأولى هأكد على معلومة هامة جدا. لما نيجي نتابع سويا كلمة الأولى، كلمة الأولى فيها ثلاثة أحكام يا إخوة، كلمة الأولى فيها ثلاثة أحكام. الحكم الأول حكم النقل، خلي بالكوا تابعوا الكلمة دي مهمة جدا، وتوضيحها مش باين في الكتب بتاعت القراءات، فركزوا معايا الله يرضى عليكم. الأولى هتلاقوني حتى كلمة الأولى وضع عليها ثلاثة أرقام، نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة ثلاثة. الأولى فيها ثلاثة أحكام وهي على الترتيب التالي. الحكم الأول حكم النقل. إيه هو حكم النقل؟ الهمزة المضمومة دي هشيل الهمزة
وهاخد الضمه انقلها للام، فبكتب جنبها النقل، نقل ضمه الهمزه الى اللام الساكنه قبلها. الو الو، اظن دي واضحه كده، حكم النقل كده واضح. النقل ان انا هنقل ضمه الهمزه الى اللام الساكنه قبلها فتبقى الو. طب خلصنا من دي. ايه الحكم الثاني اللي فيها؟ الحكم الثاني ان لاحظوا ان الهمزه ديت اللي انا نقلت حركتها وراها واو مديه، فتبقى مد بدل. مش انا قايل لكم من زمان ان مد البدل كل ما جاء على وزن همزه مفتوحه وبعدها الف، او همزه مضمومه وبعدها واو، او يا همزه مكسوره وبعدها ياء، زي امنوا، او اوتوا، اي ايمانه، كل دي مدود بدل. طب ما هو الهمزه هنا المضمومه دي قبل ما انقل حركتها وراها واو مديه فتبقى مد بدل. فيه القصر والتوسط والاشباع، يعني عايز تقول بعد النقل ومد البدل تبقى الو الو الو. طيب يبقى ادي الحكم الثاني. يبقى الحكم الاول كان النقل، الحكم الثاني الواو الماديه اللي هو مد البدل، الحكم الثالث الالف اللي في اخر الكلمه. الالف اللي في اخر الكلمه هلاقي واحد بيقول لي دلوقتي، او اختي كريمه بتقول لي دلوقتي، ايه انت فيها الالف الاخيره دي فتح وتقليل؟ هقول لك على اصل القاعده صح، بس في مشكله، ان الولى راس ايه في سوره النجم، ولما انا شرحت باب الفتح والتقليل لو تفتكروا، او لو حد مبتدئ دلوقتي بيسمعني في روايه ورش، ورش ليه فتح وتقليل، بس ما عدا مواضع معينه في المصحف لما نيجي نقف عند اخر الايه ما فيهاش فتح وتقليل، فيها تقليل بس. 10 صور في المصحف نهايات الايات بتاعتهم ما فيهاش الا تقليل، منهم سوره النجم، عشان مش عايز اسهب في الشرح وانتوه عن اللي احنا فيه. سوره النجم اخرها كله مقلل قولا واحدا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، كله تقليل تقليل تقليل. عشان كده كتبت تقليل الالف قولا واحدا دون ارتباط ببدل، لان سوره النجم من الصور المقلل رؤوس اياتها قولا واحدا، ورحت كاتب جنبها المربع الصغير لا لا، اللي هي الالف دي اللي عليها العين، يعني ده اللي انا اقصده. يبقى خلي بالكم، قصرنا البدل، وسطنا البدل، اشبعنا البدل، الالف الاخيره دي مقلله قولا واحدا، الولى الولى الولى، حتى جبت لكم الاولى بحفص وقصادها ادائها بورش، الولى الولى الولى. طب نشوف اللوحه اللي بعدها. اللوحه اللي بعدها بتاكد على ان لو احنا بدأنا بهمزة الوصل، لو احنا بدأنا بهمزة الوصل ليكوا تثليث البدل. يعني لو انا قلت الولى هثلث البدل 2 4 6، الولى الولى، يبقى انت لو بدأت بهمزة الوصل هثلث البدل 2 4 6. طب ولو بدأت باللام على طول، لولا، مالكش الا قصر فقط، يبقى بدأك باللام مالكش الا القصر ايه فقط. طب ركزوا بقى في اللي جايه، لان بعد المقدمه اللي انا عملتها اللي جاي هو اللي عليه العين زي ما بيقولوا. عايز تقول ايه في اللوحه اللي جايه؟ اللوحه اللي جايه هي وجه مقارنه بين حفص وورش. بصوا كده انا هقراها بالراحه وهحللها معاكم واحدة واحدة. بقول لك لاحظ معايا في اللوحة دي التقاء التنوين بتاع عادا مع اللام بتاعت الأولى. بقول لك في الجهة اليمين دي في العمود اليمين بيقول لك إيه؟ نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي، إن لفظ عادا انتهى بتنوين. ولاحظوا معايا لو سمحت إن عادا انتهى بتنوين، يعني انتهى بنون، ونون ساكنة، مش التنوين ده نون ساكنة. طيب يبقى بقول لك لفظ عادا انتهى بتنوين، وكما هو معلوم التنوين نون ساكنة،
يبقى ده الساكن الاولاني عادا، حتى قولوها معايا كده عادا، اخرها تنوين والتنوين ده نون ساكنه. طيب لفظ الاولى، اللام الاولى اللي هي قبل الهمزه دي لام ايه؟ ساكنه، يبقى ده ساكن تاني. يبقى لما اشبك عادا بالاولى وكانك عايز تقول التنوين ساكن اول واللام ساكن تاني، فده اسمه التقاء ساكنين. يبقى التقاء التنوين باللام الساكنه اسمه التقاء ساكنين. حكمه ايه في روايه حفص؟ يكسر الساكن الاول، يحرك الساكن الاول بالكسر، فاقول عادني عادني الاولى. ده على روايه حفص. خلينا في اللي يهمنا في ورش. خلي بالكو في ورش كان عادا برضو انتهى بتنوين، يعني ساكن اول، ساكن اول. اللفظ بقى اللي بعد منه الولى انتهى، او اللام بتاعته بقت متحركه، اللام بقت ايه؟ متحركه. هنا بقى مربط الفرس اللي عايز اقوله. بعد ما انت نقلت حركه الهمزه للام الو، بقت اللام مضمومه، لام متحركه بسبب النقل. فلما يلتقي التنوين بلام متحركه، فاكرين في احكام النون الساكنه والتنوين ان لو نون ساكنه او تنوين جه وراهم اللام مش كنا بنضغم بغير غنه؟ زي ومن لستم او كل ال، خلاص، وان كل لما، كل لما التنوين لما يجي ورا منه لام مش بنضغم بغير غنه، هو ده اللي بيحصل. التقاء التنوين باللام المتحركه حكمه ادغام بغير غنه، فبنقول عادل عادل. ده هنا بقى حاجه مهمه، دي هي دي الكلمه الوحيده في ورش مفيش زيها يتكرر تاني في الختمه كلها بورش. يبقى تنوين ورا منه لام متحركه على الاصل، دور زي ما بقول، تنوين ورا منه لام ادغم بغير غنه، عادل عادل. بس في حته بقى مهمه، العلماء قالوا حاجه مهمه جدا، قالوا معنى انك تضغم التنوين في اللام، خلي بالكوا عشان دي مش في الكتب، دي مش في كتب التجويد ولا كتب القراءات، ادغامك التنوين في اللام وكانك عايز تقول ان الكلمه لا تبدا الا بلام، فاهملت همزه الوصل. ولو انت اهملت همزه الوصل وبدات باللام، كنا لسه قايلين من شويه، لو انت بدات باللام فمالكش في البدل الا القصر فقط. ويرجع فريق اخر يقول بس همزه الوصل مرسومه في المصحف الاولى، يبقى ليك التثليث. خلي بالكم من دي عشان هحتاجها بعد شويه. شوفوا اللوحه اللي جايه هي بتقول الكلام ده اللي انا عايز اقوله. بصوا للوحه اللي جايه، يقول لك فائده ادغام التنوين في اللام في لفظ عاد الأولى دلالة على أن الكلمة كأنها، هي ما بدأتش بلام، بدليل ألولى، همزة الوصل قدامكم ولا مش قدامكم في ألولى، هي دلالة، كون أنك تدخل التنوين في لام فكأنك عايز تقول أن الكلمة كأنها بدأت بلام، بس في النص محشور همزة الوصل، دلالة على أن الكلمة كأنها بدأت باللام. فيترتب على ذلك ما يلي: من نظر إلى همزة الوصل، إن همزة الوصل موجودة في المصحف قدام عينينا، من نظر إلى همزة الوصل في لفظ ألولى فله تثليث البدل مع وجوب التسوية مع مدود البدل الأخرى. يعني أنت لو بتقرأ ختمتك بقصر البدل هتقصر البدل عاد الأولى، ولو أنت بتوسط البدل عادي بتقرأ ختمتك بتوسط البدل يبقى لازم توسط ألولى، ولو انت بتشبع البدل يبقى انت هتشبع ألولى. اظن دي واضحه مع وجوب التسويه مع مدود البدل الاخرى. ده فريق. الفريق التاني يقول لك ايه؟ بسبب الادغام التنوين في اللام كانك بدات بلام فمالكش الا القصر فقط. من نظر الى اللام في لفظ ألولى بسبب الادغام كانها بدات بلام فله القصر فقط. يعني لو قصرت تقصر، وسطت البدل برضه تقصر، أشبعت البدل برضه تقصر. اللي هيبين لنا القصة دي كلها الجدول اللي جاي، الجدول اللي جاي. تعالوا نشوف الجدول
ده اللي انا هختم بيه كلمه عاده الاولى دي اللي كانت تهمني. الجدول ده لخص لنا كل حاجه. يقول لك ايه؟ اوجه وكلمات الخلاف عادني الاولى او عاده الاولى، النجم الايه 100 النجم الايه 59. لو انت قرات بقصر البدل، بصوا بقى عمود عمود هنمشي بيه. لو انا قرات بقصر البدل هتضغم التنوين في اللام عادي عادل، وتقصر البدل وكده كده انت بتقلل قولا واحدة عادلولا، كده كده انت بتقصر البدل فلازم تسوي بالقصر. طب ولو انت وسطت البدل، خلي بالكو لو انا وسطت البدل هضغم التنوين في اللام، وفي نفس الوقت وانا بضغم التنوين في اللام عادل هوسط البدل في ألولا، لأن يجب التسوية بين مدود البدل زي ما أنا قايل من شوية. أو أنتوا هتلاقوني عامل خطين أحمر كده، أو هقصر البدل. إزاي يا عم الشيخ؟ إزاي توسط البدل وتقصر؟ مش أنا قايل يتوسط البدل كأنك بتسوي بينهم لأن في همزة وصل موجودة، أو نتيجة إضغام التنوين في اللام كأن الكلمة بدأت بلام فليس لك إلا القصر، فكأنك لما توسط البدل ليك وجهين، يتوسط البدل لأن الكلمة بدأ بهمزة وصل، أو تقصر البدل نتيجة الإضغام فكأن الكلمة بدأت بلام. زيها في الإشباع، لو أشبعت البدل تشبع البدل في ألولة، أو تقصر البدل أيضا وكأن الكلمة بدأت بلام. الكلام مهم جدا، مهم جدا. يبقى قصر البدل ما فيهوش خلاف، هتقصر البدل، لكن وسطت البدل اشبعت البدل، الاصل ان انت تسوي في البدلات. وسطت البدل يبقى توسط ألولا، اشبعت البدل تشبع ألولا، لكن هيزيد وجه زياده قصرك للبدل. يجي قصر البدل مع التوسط ويجي قصر البدل مع الاشباع. ممكن حد يسمع يقول ده شذوذ، ازاي احنا المفروض بنسوي المدود مع بعض؟ فهاجي اقول لك تحت فايده وجه قصر البدل على توسط وإشباع البدل. أنت لما قصرت البدل في خانتين التوسط والإشباع ده نتيجة عروض البدء باللام. يعني إيه عروض البدء باللام؟ نتيجة إضغام التنوين في اللام. لما أنت قلت عادلولا، لما أضغمت التنوين في اللام وكأنك عايز تقول الكلمة بدأت بالإيه؟ باللام، فلا يتعين لك إلا الإيه؟ القصر. وصل الكلام؟ طيب تعالوا بقى نخش على نفتتح كده حاجة مهمة في سورة الأنعام، وعايز أقول لكم إن شاء الله في منتهى الحلقة في حاجة جديدة هنشوفها. انتظروا لنهاية الحلقة، ما حدش يقول هسمع الشرح وخلاص كده هكتفي بقى خلاص، ما تروحش بعيد وما تروحيش بعيد. إن شاء الله في نهاية الحلقة في حاجة مهمة جدا، عود على بدء زي ما بنقول، حاجة مفاجأة كنا بدأناها توقفنا عنها لعذر، فإن شاء الله عدنا إليها من اليوم مع مطلع سورة الأنعام. فخلي المفاجأة دي في منتهى الحلقة إن شاء الله بإذن الله تعجبكم هذه المفاجأة. طيب تعالوا نبص مع بعض كده اللي في سورة الأنعام اللي عايز أقوله النهاردة. كلام كتير مش هقوله في الأنعام، حاجات مهمة بقول مقدمة. سورة الأنعام من السور المكية، سورة الأنعام من السور التي نزلت بمكة المكرمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي أنا بدأته في الحلقات السابقة وأنا براجع المائدة بقول عد الآي، سورة الأنعام على رواية حفص على العد الكوفي 165 آية، لكن على رواية ورش هيبقى عد مدني 167 آية. إيه ده، هو ورش جاب أيتين من عنده؟ لا، هم بس مثلا في آية في حفص كاملة هو راح قصصها خلاها آيتين زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى سورة الأنعام آياتها 165 على العد الكوفي على رواية حفص مثلا، وسورة الأنعام على العد المدني على رواية ورش 167 آية. وإليك التفصيل التالي، تعال بص كده، جبت لك نموذج قدام عينيك. بص كده سورة الأنعام لو انتوا فاتحين المصاحف بتنتهي الآية الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دي كده في رواية حفص آية كاملة. لا، ورش ما عملش كده، ورش وقف عند والنور.
وعدها آية، فبقت الآية نمرة واحد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الآية نمرة اتنين زي ما انتوا شايفين في الشاشة. الناحية اليمين تخص ورش، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كده بقت آية نمرة واحد. الآية نمرة اتنين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طيب، لكن حفص في الناحية التانية الشمال، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ورحت قال لك نلاحظ من الآيات السابقة ما يلي، لفظ والنور يعد آية عند المدنيين اللي منهم ورش، ولفظ والنور الناحية التانية لا يعد آية عند الكوفيين اللي منهم مين؟ حفص. آدي اللي عندي النهاردة. طيب، هنأكد دلوقتي على الآيات، هقرأ بإذن الله تعالى وتلقى اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. استعين بالله طبعا بأوجه ثلاثة البدء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم
وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوماً آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون بارك الله فيكم. يبقى احنا النهاردة خدنا في سورة الأنعام من الآية الأولى إلى الآية التاسعة من سورة الأنعام. طيب لحين تلقي اتصالاتكم إن شاء الله. طيب معنا اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ حارث محمد. الله يكرمك يا حاج راوي. أبدأ إن شاء الله بأمر الله. تفضلي يا حاج راوي. بإشباع البدل ولا بثلاثة البدل؟ بثلاثة البدل زي ما حضرتك بتعمل؟ كما تحبي. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كده دي آية صح كده؟ أيوة. تمام. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بارك الله فيك يا حاجة راوية. وبارك الله في حضرتك. الله يكرمك. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة فاطمة. بس هسألك سؤال. قرطاس هنا في حفص بنفخم الراء. أي نعم، راء قرطاس مفخمة في جميع القراءات. لماذا؟ لأن هذه راء ساكنة سكونا. أيوة. أصليا وراها الحرف مستعلي وقبلها كسر أصلي. أيوة. اللي هو قي وبعدها حرف استعلاء، بس حرف الاستعلاء اللي بعدها ده مطلوب فيه شرطين. الشرط الأول إنه يبقى معاها في نفس الكلمة، والحاجة الثانية يبقى غير مكسور، وتحقق الشرطين فلذلك هي مفخمة قولا واحدا. نعم. إن شاء الله. تفضلي بالتلاوة من أول الأنعام من أولها. تفضلي. ماشي حاضر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اعمل تقليل. هتعملي انت هتقري بوجهي الاول اشباع، يبقى طالما ان اشباع يبقى ليك الوجهين فتح وتقليل. بس ليا ملاحظه، اتفضل. انت وقفتي على قضى بالفتح وهتجيب التقليل صح؟ نعم. لما تقفي عليها تقفي بالقصر الاول ثم قضى، لان المد مش هيجي الا لو وصلتيها بالهمزه طبعا. نعم. هاتي بقى تاني وقفا بالفتح وبعدين وصلي بالتقليل. حاضر. ثم قضى. لا انت بتفتحي صح، انت مديتي قوي. ثم حاضر. قضى. حاضر. قضى. نعم. اجلا. حاضر. ثم قضى. ليه بتمدي وقفا؟ اصلا عايزه اعمل الوجه الثاني. ما انا عارف انت وقفتي صح، انت لما تقفي هتشبعي المد ليه وانت فاصله عن الهمزه؟ يعني اكمل. لا مش تكملي. أه؟ ليكي طريقتين. ايوه. يا اما عايزه تمدي مع الفتح ثم قضى اجلا. نعم. بعدين قضى اجلا. خلاص. يلا اعمليها تاني كده. ان شاء الله. ثم قضى اجلا. تمام. قضى امدها برضك سته. طبعا ما هو منفصل سته. حاضر. قضى اجلا. نعم. عفوا عشان بس اقفل ال طيب واضح الانتصال للقطع. طيب معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. أهلا بيك. الله يكرمك. تفضلي يا حاجة. إن شاء الله تكون فاكرني يا رب. فاكرك إن شاء الله. ربنا يعيننا يا رب. اللهم آمين آمين. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. لا خلي بالك انت في نعم؟ خلي بالك في المد بتاع من آيات ربهم نسيتي تمدي البدل. من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بارك الله فيك يا حاجة زينب، أحسنتي. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم. السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة صباح. أعزك الله وأكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك ويرضى عليك. أكمل حضرتك؟ أكملي من عند فقد كذبوا بالحق. هتقري بوجه إيه؟ إن شاء الله بالتوسط البدن. تمام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا. لا خلي بالك، أنباء ما كانوا على طول. أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. يستهزئون. صح. يستهزئون. لا. نعم. توسط البدل مش هيجي عليه إلا 6 و4 بس. نعم 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 أيوة صح صح. يستهزئون. يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بارك الله فيك يا حاجة صباح، أحسنتي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه شيخنا الجليل. الله يكرمك. ازيك يا حاجة أم أحمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. بارك الله فيك وفي علمك وزادك كمان وكمان يا رب. أمين يا رب. أمين. الله يبارك فيك ويديك الصحة. يلا نبدأ الأنعام. الأنعام إن شاء الله. يلا. بالإشباع. تمام يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا ما
كانوا به يستهزئون. ليا بقى ملاحظة نعم أنبهك عليها. نعم. لما تقري بوجه معين من أوجه البدلات، نعم، انت مثلا اخترتي وجه اشباع البدل، نعم، يبقى تقفي على العارض كل عرض السكون بالاشباع. بالاشباع ايضا. وصلت؟ ستة. وصلت. بارك الله فيك. الله يبارك في صحتك. الله يكرمك. عليكم. وعليكم السلام. معنا اخونا الطيب من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حسن. الله يبارك فيك. الله يكرمك اخي الكريم. الله يفضلك. كنت عرضت عليك الاسبوع الفرط، هل بالامكان تغيير وقت البرنامج؟ مؤخر علينا شيئا ما سيدي الكريم. بارك الله فيك يا حبيبي، معذرة معلش. إن شاء الله يصل الأمر للإدارة بإذن الله. الله يبارك فيك. وقت إعادة البرنامج اليوم والساعة ما عندناش الوقت وقتاش اليوم إعادة البرنامج. متى إعادة البرنامج؟ نعم اليوم والساعة متى يعاد؟ وتم إعادته اليوم؟ لا أعرف، لا أعرف متى. هو يعاد بعد صلاة الفجر أخي الكريم. غدا؟ أي نعم. الله يجزيك خير، جزاك الله خير سيدي. ماشي، تفضل أخي الكريم. ألم يروا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض كناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري. طيب. يا طيب. نعم سيدي. وجعلنا نعم. لن ما تعلقش عن النون. نعم نعم إظهار. نعم سيدي كريم. نعم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. أكمل ولو جعلناه ملكا. أكمل. هاتي الآية اللي بعدها. إحنا نعم وقفين نعم عند الآية 9. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قل لي كده على العد المدني كده 9 آيات ولا 10 آيات؟ 9 عندي 9. لا هو عشان عندك المصحف مش على العد المدني. كل المصاحف مش على العد المدني. فكده 10 آيات. لأن طبعا والنور رأس آية. صح يا طيب؟ لا سيدي كريم لا عندي آية برد. والنور؟ آية برد. آية يعدلون آية برد. ما أنا عارف إن يعدلون آية. آية. الآية الأولى صح؟ نعم. لكن أنا بكلمك عن العد المدني اللي كنت بشرحه منذ قليل. أي نعم سمعتك سيدي كريم. كده 10 آيات صح كده؟ سمعتك نعم. أما كان الكتاب الذي أقرأ منه 9 آيات الآن وقفت. بارك الله فيك أخي الطيب. أحسنت. نعم. بارك الله فيك. ماشي أخي الكريم. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء بالقراءة. يا رب من أنهي آية بعده؟ من أول الأنعام إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بارك الله فيك يا أختي شيماء، أحسنتي، تلاوة طيبة، أحسنتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا الحاجة فاطمة مرة أخرى. الله يكرمك يا حاجة فاطمة. الله يخليك. نبدأ بقى، ألم يروا كما أهلكنا؟ إن شاء الله، إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا. يا حاجة فاطمة. نعم. تاني من عند وجعلنا الأنهار. حاضر. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا. حولها تاني الحتة دي. وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة، أحسنتي. وإخواننا كانوا بيقولوا ده كان آخر اتصال معانا في حلقة اليوم. إن شاء الله أنا وعدتكم إن النهاردة بدأ من النهاردة في آخر حلقة في حاجة هنتابعها دلوقتي بإذن الله تعالى. عودا على بدء زي ما بنقول، هنتابع سويا اليوم إن شاء الله عودة تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري
برواية ورش عن الإمام نافع المدني. بس الشيخ الحصري عليه رحمة الله لما سجل التلاوة سجل مصحف رواية ورش على وجه توسط البدل، لأن وجه توسط البدل هو الوجه المشهور، هو الوجه المشهور في بلاد المغرب العربي. طبعا احنا عارفين ان هو هيراعي وجه توسط البدل، يراعى فيه التقليل قولا واحدة والوقف على المد العارض اما بالتوسط او بالاشباع، والشيخ الحصري اختار وجه توسط المد الايه العارض. هنستمع الان باذن الله تبارك وتعالى الى تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري، فلنستمع خاشعين للتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. بارك الله فيكم. دي كانت تلاوة اليوم للشيخ محمود خليل الحصري. عود بقى إلى تلاوة الشيخ إن شاء الله والأداء التعليمي. فبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، اشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع، يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع، آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع، لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع، طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابع.